واحد من الأفلام الكوميدية والدرامية واللي بتتكلم عن قصة مثيرة وغريبة، فيلم وورلدز جريتست داد. قصة الفيلم ده باختصار بتتكلم عن حياة ليني، وده أب شغال مدرس في المدرسة الثانوية. كان كل أمله وحلمه في الحياة إنه يكون كاتب مشهور، لكن حياته بتتغير بشكل غير متوقع لما ابنه بيتعرض لحادث بيموت فيه. ساعتها ليني بيفكر وبيقرر إنه يخلق محتوى ابنه بيكون فيه هو البطل، وبيكتب له رسالة ودية بتنتشر بشكل واسع جدا. بعد الرسالة دي ليني بيشتهر شهرة كبيرة جدا بشكل هو نفسه ما كانش متوقعه، وفجأة بدون أي مقدمات الجميع بيكون مهتم بيه. لكن بعد كده الجمهور بيعرف ان ليني واللي مفترض انه عايش في حزن عميق مخبي حقيقة وعايش جوه عالم من الاكاذيب. خلينا اقول ان فيلم وورلدز جريتست داد هو فيلم مؤثر فعلا، وبيناقش مواضيع مهمة جدا زي الكذب والمشاعر المكبوتة والشهرة، وقدر فيه النجم روبن ويليامز انه يقدم اداء رائع وقوي جدا، يعني بسهولة جدا وتقريبا في كل مشاهد الفيلم هنقدر نشوف موهبته الكوميدية والدرامية. كمان السيناريو بتاع الفيلم كان مكتوب بدرجة عالية جدا من الاتقان، عرف فيه الكاتب انه يجمع ما بين الفكاهة او الكوميديا السوداء والتعاطف، واتكلم فيه عن الجوانب المظلمة والمعقدة للإنسانية.